درجاتها وتقديماتها وقد جعلك الله أمينا على جعلكم الله أمناء على كنيسته ونفوس شعبها وجماعتها فيجب عليكم أن تعرفوا قدر هذه النعمة وتواصلوا شكر واهبها وتقوموا بفرضها وواجباتها. You should be calm, humble, cheerful, merciful, peacemakers, and loving. You may visit your people and shepherd them in fertile places, which is the divine spiritual teaching. Do not be anxious, nor let anger control you. Do not get drunk, nor be prideful in the love of money. Be loving for the widows, orphans, strangers, and visit them and comfort them. احكموا بالحق كأنكم واقفين أمام الله وإياكم والمحاباة. اذكروا من يخطئ وعلموهم ببشاشة. اقبلوا التائب ومن يزل لتدعوه يهلك. احملوا ما أمكنكم من خطايا الناس على نفوسكم مثل السيد المسيح الذي مات عن الكل. عدوا الخراف واسألوا عن الضال. لا تكونوا متوانين في تعليم شعوبكم. لا تكونوا كثير النفقة ولا تشتغلوا بملذات العالم ولا تهتموا بالأطعمة المختارة. لا تأخذ رشوة لكي توفر من يخطئ فإن الرشوة تعمي أعين الحكماء. إياك أن تأخذ سمونية على صيام كاهن أو خيره. لا تفرط في مال الرب ولا تتصرف فيه كمن له بل خدمته بقدر الكفاف وكن فيه وكيلا أمينا عالما أن الله سيحاسبك عنه. اعط الأيتام والأرامل والمحتاجين والمتضايقين. لا تتبع هواك في شيء من أمورك لكي تنال الطوبة وتسمع صوت الفرح القائل: نعما أيها العبد الصالح والأمين، كن أمينا في القليل فأنا أقيمك على الكثير. أدخل إلى فرح سيدك. والله له المجد يوفقكم ويسعدكم وينجح مقاصدكم ويخلص نفوسكم ويخلص نفسي المسكينة البائسة بشفاعة السيدة الطاهرة القديسة العذراء مريم والقديس العظيم الأنبا بشوي وجميع القديسين. أمين. تفضلوا الأبهات هنا. بابن المائم بارا ليتون بيطابي جميع بوستولوس فيليب شاين في بن بوستي عفصادي لا أشوه
الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لأعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسي صلوا من أجل الإنجيل المقدس يا رب ارحم اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أوصونا أمرونا أن نصغرهم في سؤالات وتضرعاتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا صلوا الضبيد الليلويا ماروسي خنجاني في سلوم مارو عشاين جي نفوطا Efesmaros
Εφέσιο χνευρών σύγω. Κύριε αυλογηθού το καταλό καναγέιο Ευαγγέλιο το ανάνοσμα. معلمنا داود النبي والملك الطاهر بركات علينا مين فلتروى أتلامها ولتكسر أسمارها وتفرح بقطراتها وتنبت بارك إكليل السنة بصلاحك وبقاعك تمتلئ من الدسمين فليرفعوا في كنيسة شعبه وليباركوا على منابر الشيوخ لأنه جعل أبوة مثل الخراف يبصر المستقيمون فيفرحون أقسم الرب ولن يندم أنك أنت والكائن إلى الأبد على طقس ملكي صدق الرب عن يمينك يا أبان الطائر الباب البطريرك الأنبات ودروس الثاني وشركائك في الخدمة الرسولية أبائنا المطارن والأساقف المجتمعين معنا الرب يحفظ حياتكم باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم لما اجتمع جمع كثير أيضا من الذين جاءوا إليه من كل مدينة قال بمثلين خرج الزارع ليزرع زرعه وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فانداس وأكلته طيور السماء وسقط آخر على الصخر فلما نبت جف لأنه لم تكن له رطوبتان وسقط آخر في وسط الشوك فنبت معه الشوك وخنقه وسقط آخر على الأرض الجيدة فلما نبت صنع ثمرا 100 ضعفا قال هذا ونادى من له أذنان للسمع فليسمع فسأله تلاميذه قائلين ما عسى أن يكون هذا المثل فقال لهم أما أنتم فقد أعطي أن تعرفوا أسرار ملكوت الله وأما للباقين فكان يكلمهم بأمثال حتى أنهم مبصرين لا يبصرون وسامعين لا يسمعون ولا يفهمون وهذا هو المثل الزرع هو كلام الله والذين على الطريق هم الذين يسمعون ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلوبهم لئلا يؤمنوا فيخلصوا
والذين على الصخر هم الذين متى سمعوا يقبلون الكلمة بفرح، وهؤلاء ليس لهم أصل فيؤمنون إلى حين، وفي وقت التجربة يرتدون. والذي سقط بين الشوك هم الذين يسمعون فيختنقون من هموم الحياة وغناها ولذاتها ولا يثمرون ثمرا. والذي سقط على الأرض الجيدة هم الذين يسمعون الكلمة فيحفظونها في قلب جيد صالح ويثمرون بالصبر. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. اليوم يا اخوتي ويا ابنائي الاحباء هو يوم فرح، تفرح كنيستنا المجيده والمقدسه وتكتب صفحه جديده برسامه هؤلاء الاباء الاساقفه الجدد. بالامس جلسنا ثلاثه من الاباء الاساقفه نيافة الأنبا أنجيلوس أسقف لندن إبرشية لندن وكل توابعها بإنجلترا، ونيافة الأنبا كراس أسقف إبرشية بنسلفانيا وكل توابعها، ونيافة الأنبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا. جلسنا هؤلاء الأباء وهم أساقفة بالطبع في المجمع المقدس، ولكن تحددت اختصاصاتهم الجغرافية والعملية في الخدمة والرعاية. اليوم استكملنا صيامة أربعة من الأباء الأحباء أساقفة ينضموا إلى المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية. نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق، ونيافة الأنبا أنطونيو أسقف إبرشية ميلانو وتوابعها، ونيافة الأنبا سرافيم أسقف إبرشية أوهايو وميتشيغان وإنديانا بأمريكا، ونيافة الأنبا جيوفاني أسقف إبرشية أوروبا مركزها المجر وتضم بولندا ورومانيا وسلوفانيا والتشيك. هؤلاء الأباء الأساقفة الأحباء ينضمون في المجمع المقدس كأعضاء جدد وينالوا هذه النعمة التي يعطيها الله، نعمة الأسقفية. وكما نعلم يا إخوتي أنه لا يوجد مفهوم الترقية بالمفهوم العالمي الذي نعرفه في عالمنا، لما بيجي إنسان يترقى بيترقى، كان موظف صغير بقى موظف كبير، بقى رئيس قسم، بقى مدير، بقى رئيس مجلس إدارة، كل ده بحسب مفاهيم العالم. ولكن في مفهوم مسيحيتنا وكما علمنا ربنا يسوع المسيح، عندما تعطينا وتمنحنا الكنيسة مسؤولية جديدة وقد نسميها ترقية، ولكن الترقية في مفهوم الكنيسة ليست لأعلى بل لأسفل. كيف؟ فالسيد المسيح وهو ملك الملوك ورب الأرباب أراد أن يعطينا أهم درس قبل الصليب بساعات، فأعطانا درس غسل الأرجل.
فكلما اقترب الإنسان من غسل أرجل الآخرين هذه هي الترقية الحقيقية. ونعني بغسل الأرجل ربما لا المعنى المادي لها ولكن المعنى الرمزي لها، وهو حياة الاتضاع الشديد. فما يفسد حياة الأب الأسقف أن يغيب الاتضاع عنه، إن غاب الاتضاع لا يعرف أن يمارس مسؤولياته. ولذلك أود أن أوجه كلمة بمناسبة صيامة الأباء الأحباء الأربعة عن الأسقف ومسؤولياته. سأوجز كلمتي في ثلاث كلمات صغيرة وأشرحها بالتفصيل. الأسقفية وزنة ثقيلة جدا، والأسقفية أمانة عظيمة جدا، والأسقفية مسؤولية خطيرة جدا. أولا، الأسقفية وزنة ثقيلة جدا. لا تنظروا يا إخوتي إلى مباهج يوم الصيامة وأفراحها وما نسمعه من ألحان ومن صلوات ومن قراءات، ثم طقس الصيام الجميل وارتداء الملابس الأسقفية ملابس الخدمة، ولكن هذا لا يبعد عنا المعنى الحقيقي أن الأسقفية وزنة ثقيلة جدا. يمنح الله لبعض الناس للخدمة ومن أجل تكميل عمل القديسين، ولكن دائما الأسقفية تحمل تعبا وألما وضيقا ومجهودا وعمرا كاملا. فليست الأسقفية مجرد نزهة ولا مجرد رئاسة ولا مجرد اسم. الأسقفية وزنة، كما يمنح الله وزنات للإنسان. قد يمنحك وزنة المال أو وزنة العلم أو وزنة عمل معين، هو يمنح هذه الوزنة ولكنها ثقيلة، لأن من كل أحد في الرعية يطلب دم كل أحد في الرعية عن طريق الأب الأسقف. هذه الوزنة الثقيلة قال عنها القديس يوحنا ذهبي الفم: لا تكن رأسا فإن الرأس كثير الصداع وكثير التعب والآلام. ولكن كما علمنا ربنا يسوع المسيح عندما نتبعه أننا نحمل صليبه، وهذا الصليب هو في عمل الأسقفية. ويعلمنا الكتاب المقدس: إن اشتهى أحدا الأسقفية فقد اشتهى عملا حسنا. وهذه الآية لا تعني الاشتهاء بمعنى القنية، ولكن تعني كما كنا نسمع في العصور الأولى عندما كانت عصور الاستشهاد، كان من يتقدم للشهادة هو الأب الأسقف. ولذلك كتب الكتاب المقدس أن من اشتهى الأسقفية فقد اشتهى عملا حسنا، لأنه يشتهي الشهادة لاسم ربنا يسوع المسيح. هي وزنة، وزنة، والوزنة دي يجب أن يتاجر بها الأب الأسقف جيدا، ويجب أن يحفظ كرامة هذه الوزنة، ويحفظ مهابتها، ويحفظ قيمتها في الخدمة التي يخدمها. هو مسؤول في خدمته عن اختيار الأباء الكهنة، وعن تدبير شؤون الشعب، وعن حل المشكلات. هي وزنة، هو يحمل كل من يخدمهم في قلبه، وزنة ثقيلة. ولذلك يصلي الأب الأسقف يوميا ويطلب معونة الله لكي ما يعطيه نعمة أنه يستطيع أن يحمل هذه الوزنة.
الأمر الثاني أن الأسقفية أمانة عظيمة جدا، أمانة، الأمانة التي قال عنها الكتاب: كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. وهذه الأمانة العظيمة تمر في ثلاث مراحل: الأبوة والرعاية والإدارة، وهذه المراحل بالترتيب. فالأب الأسقف هو أب أمين في عمله، أمين في أبوته، أمين في هذه الأبوة لكل أحد. الأب الأسقف أمانته تظهر في هذه الأبوة، وهذه الأبوة تشمل كل أحد، تشمل الآباء الكهنة وأسرهم، وتشمل الخدام والخادمات وأسرهم وكل الشعب، وتمتد حتى للأطفال الأبوة. فكنيستنا لا تعرف خدامها إلا وكونهم آباء وروح الأبوة. حتى أننا في مدارس الأحد عندما نبدأ الخدمة ونحن صغار، وأعمار الإخوة والأخوات اللي بيبتدوا الخدمة تبقى أعمار صغيرة، وفي مدارس الأحد يقولوا له يا أستاذ، ويقولوا للأخت اللي بتخدمهم يا مس فلانة. حتى في هؤلاء بيتعلموا روح الأبوة منذ صغرهم، إزاي يبقى مسؤول عن مجموعة أطفال، وتكبر هذه المسؤولية مع الأيام إلى أن يختار الله إنسانا فيصير كاهنا، فنقول له اللقب أبونا. أما بالنسبة للأب الأسقف فهو مسؤول في أبوته عن الآباء، أبوة حقيقية، وهذه الأبوة نعمة تزداد مع الأيام، وهي التي تفرز الصالح من الطالح، الأبوة. والأبوة كنز في كنيستنا يجب أن يحفظه الأب الأسقف تماما ويسلمه. فالأب قدوة في بيته كما الأب بالجسد، والأب قدوة في كنيسته، والأب قدوة في أسقفيته. الأمر الثاني في هذه الأمانة العظيمة أن يكون الأب الأسقف راعي، والراعي الصالح كما نقرأ عنه وكما نراه في الحياة اليومية، هو الراعي الذي يرعى كل شؤون مسؤوليته، والراعي لا يكون مهملا، والراعي لا يحركه ولا يدفعه في الخدمة إلا محبة المسيح التي انسكبت في قلبه. هو راعي واخد باله، صاحي منتبه، بيحوط على القطيع، منتبه جدا، ولا تشغله المظاهر العالمية أبدا، بل ولا تشغله نفسه. عنده اهتمام واحد بس، عنده اهتمامه ولاده فقط. وهذا الراعي تعلم كيف يكون مطيعا، ولذلك تطيعه خراف القطيع. الأمر الثالث هو أب الأبوة والرعاية، هو راعي. والأمر الثالث الإدارة. بلا شك الأب الأسقف مدير في إبرشيته، والإدارة تيجي في مرتبة تالية بعد الأبوة وبعد الرعاية. الأب الأسقف هو مدير ينظم الإبرشية، ينظم الاحتياجات، ينظم العمل، ينظم المسؤوليات، ينظم الصيامات،
ينظم الشؤون الإدارية والمالية يجب أن يكون العمل منظما، والعمل المنظم يثمر ثمرا كثيرا، وهذا الثمر هو لمجد اسم المسيح في كنيسته المقدسة. فالأب الأسقف إن كان أبا أو راعيا أو مديرا، هو يجب أن يكون متخليا عن ذاته، فالذات هي العدو الأول الذي يحارب من يكون في هذه المسؤولية. إذا كانت الأسقفية وزنة ثقيلة والأسقفية أمانة عظيمة، فما يكمل هذا أن الأسقفية أيضا مسؤولية خطيرة. هي مسؤولية خطيرة على الأرض، وهي مسؤولية أخطر أمام رب السماء. على الأرض الأب الأسقف يمثل الكنيسة، كلمته يجب أن تكون بحساب. استخدامه لأي مظهر من مظاهر الحياة الاجتماعية يجب أن يكون بحكمة. يجب أن يحفظ الأسقف في هذه المسؤولية مهاراته وخبراته وهيبة وكرامة الكهنوت أو رئاسة الكهنوت التي يحملها. الأب الأسقف يمثل الكنيسة أينما حل. الأب الأسقف يمثل الكنيسة في المعاملات مع المسؤولين في دائرة عمله. الأب الأسقف له مسؤولية خطيرة في القرارات التي يأخذها. وطبعا حضراتكم تعرفوا عشان كنيستنا يصير فيها أب أسقف، شوف لما كان طفل صغير ولما أسرته قدمته واهتمت بيه، وابتدى الله يزرع في داخله وابتدى يخدم خطوة بخطوة بخطوة إلى أن أراد الله أن يكون في هذه المسؤولية. وكلمة مسؤولية هي الكلمة التي تأتي من كلمة سؤال، والسؤال هو المذكور في الكتاب المقدس عندما قال المسيح: أعطني حساب وكالتك. سيقف يوما أمام المسيح وسيقدم حسابا عن خدمته وعن عمله وعن كل ما مارسه. سيسأل عن كل شيء صنعه، إن كان ظاهرا وإن كان خفيا. أعطني حساب وكالتك. وإحنا بنقرأ في الكتاب المقدس عن الوكيل وعمل الوكيل، فنحن مهما تعظمت مسؤوليتنا نحن وكلاء على الأرض فقط. فالأب الأسقف له مسؤولية على الأرض، وله مسؤولية أمام السماء، وكل يوم يحسب في خدمته وفي عمله، ويكون مسؤولا مسؤولية كاملة أمام الله. هذه هي الأسقفية، الوزنة الثقيلة والأمانة التي تحتاجها والمسؤولية التي تنتظرها. إن كانت وزنة، فهذه الوزنة هي التي قال عنها الكتاب: للذي أخذ الخمس وزنات وتاجر وربح. فقال له: كنت أمينا في القليل، أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. إن كانت وزنة ثقيلة ولكنها تنتظر دعوة عظيمة، فم المسيح القائل لك: أدخل إلى فرح سيدك. هو الداعي، وهو صاحب الدعوة، وهو صاحب الوليمة، وهذا يعزي الأب الأسقف في خدمته. وفي الأمانة
كن أمينا إلى الموت. فهذه الوصية تنتهي بأن الله يمنح إكليل الحياة. ثم إن كانت مسؤولية أعطيني حساب وكالتك، فيجب الإنسان أن يكون حسابه واضحا وشفافا أمام الله. بالنسبة لنيافة أنبا بيجول كأسقف ورئيس لدير السيدة العذراء مريم، أحد أديرتنا ذات القيمة العظيمة والتاريخ المجيد والأباء الأحباء في هذا الدير، اهتمامك الأول يجب أن يكون بالحياة الروحية والرهبانية والديرية في الدير، وهذا الاهتمام قبل أي مشروعات معمارية أخرى. الدير والأباء الرهبان الذين يسكنون فيه يجب أن يكون ديرا يمجد اسم الله، وصلوات الأباء المرفوعة دائما، وحياتهم الروحية النامية والمتقدمة والمزدهرة، والحياة الرهبانية التي تمتلئ بالنعم. فليس الرهبانة كما تعلموا يا إخوتي وجميعنا رهبان، ليست الرهبانة مجرد الملابس أو الشكل. الرهبانة حياة عميقة. ومسؤولية الأب الأسقف الجديد نيافة الأنبا بيقول هي مسؤولية الروحية، المسؤولية الروحية أولا في الدير، وتأتي بعد ذلك أي مسؤوليات أخرى. وكما نعلم أن الأديرة بصفة عامة هي التي تقدم خداما للكنيسة في مسؤوليات عديدة. ولذلك أوصيكم أيها الأباء ومعكم نيافة الأنبا بيقول بالاهتمام بالحياة الدراسية والمعرفة الروحية والرهبانية، وهذا أمر في غاية الأهمية أن يتوفر في جميع أديرتنا. نيافة الأنبا أنطونيو في ميلانو، أنت تأتي بعد وجود وخدمة المتنيح نيافة الأنبا كيرولوس، وكان إنسانا وديعا وخادما مفرحا مهتما بالخدمة وبالقطيع. تأتي لكي ما تكون في محله، وأنا أعرف أن دي مسؤولية خطيرة وكبيرة، ودايما هيبقى في مقارنة بين نيافة أنبا أنطونيو ونيافة المتنيح أنبا كيرولوس، ولكن أنا أعلم أيضا أنك تتلمست على يديه وشربت منه الكثير، ويعطيك الله حكمة في قيادة الإبرشية. وإبرشية ميلانو إبرشية لها تاريخ مجيد، ليس في الكنيسة القبطية ولكن في تاريخها. في إبرشية ميلانو ظهر القديس أمبروسيوس، والقديس أمبروسيوس هو الذي توب القديس أغسطينوس ابن الدموع والمشهور جدا وصاحب الاعترافات، كتاب الاعترافات. فإبرشية ميلانو إبرشية كبيرة، وكما صار نيافة الأنبا كيرولوس تسير على نفس هذا النهج، تهتم جدا بخدمة الشباب لأنها تحتاج الكثير مع سائر الخدمات الأخرى. نيافة الأنبا سرافيم في أوهايو وميتشيغان وإنديانا، وهذه إبرشية جديدة تنشأ في الولايات المتحدة الأمريكية. بالأمس جلسنا نيافة الأنبا كراس، وأيضا إبرشية جديدة في بنسلفانيا وكل توابعها. وصار بهذه الصورة لنا 6 أساقفة في الإبرشيات،
نيافة الأنبا سرابيون مطران لوس أنجلوس، ونيافة الأنبا يوسف أسقف إبرشيت جنوبي الولايات المتحدة، ونيافة أنبا بيتر في نورس وساوث كارولينا وكنتاكي، وطبعا نيافة أنا بقول دول في الجنوب يعني، ونيافة أنبا دافيد في الشمال نيويورك، ونيافة أنبا كراس في بنسلفانيا، ونيافة أنبا سارافيم في أوهايو وميتشيغان وإنديانا. ثم يكون لنا اثنين من الأساقفة العموم، نيافة الأنبا أنجيلوس الذي كان أسقفا عاما لكنائس الشبرة الشمالية سيكون نائبا لنا في نيوجيرسي، وسيهتم بالكنائس الموجودة في هذه المنطقة والتابعة لنا مباشرة، ونيافة أنبا مايكل أيضا الأسقف العام هناك. نيافة أنبا سيرافيم أنت في إبرشية، ثلاث ولايات فيها عدد كبير من الأسر ولها خدمة مباركة وأباء تعبوا فيها عشرات السنين، وفي نفس الوقت أوصيك أيضا خدمة خاصة بالاهتمام بالشباب، الشباب والأجيال الثانية والثالثة تحتاج مزيد من الاهتمام والاجتماعات والأنشطة والخدمات الخاصة للشباب، وأنا عارف أنك شاطر في خدمة الشباب في أماكن كثيرة خدمت فيها قبل كده. نيافة أنبا جيوفاني يحتل أسقفية جديدة، إبرشية جديدة في وسط أوروبا، أمامه تعب كثير لكي ما يجمع أبنائه في هذه الإبرشية. هذه الإبرشية تعب في بعض أجزائها المتنيح أنبا كيرولوس، فأنبا كيرولوس من أمانته لم يكن يخدم في الإبرشية فقط، ولكن كان له امتداد واهتمام بالأماكن الأخرى التي تحتاج رعاية وخدمة. إبرشية نيافة أنبا جيوفاني تضم خمس دول، المجر ولنا فيها كنيسة وشعب وأب كاهن مبارك أبونا يوسف، وهو صاحب فكرة إنشاء هذه الإبرشية، وتضم معها بولندا وفيها عدد من الأسر القبطية، ورومانيا ولنا فيها كنيسة وأب راهب أبونا مينا، وسلوفانيا وفيها مشروع إنشاء كنيسة ورسامة كهنة أو كاهن قريبا، وأيضا التشيك وفيها عدد من الأقباط. مهمته ستكون كبيرة لأنه يتحرك في خمس دول، وفي نفس الوقت هو مشرف على محافظة فينيسيا اللي في إيطاليا وكنائسها القبطية، وزي ما انتوا عارفين ان فينيسيا فيها كاتدرائية ضخمة سان مارك على اسم القديس ماري ماركوس، وفيها جزء كبير من رفات القديس ماري ماركوس هناك، وهي كنيسة شهيرة جدا وتوجد بها أيقونات رائعة تحكي تاريخ القديس ماري ماركوس. سيكون نيافة أنبا جيوفاني مسؤولا ومشرفا على هذه المحافظة من إيطاليا، ولكن خدمته الأساسية هتكون في الإبرشية الجديدة في وسط أوروبا، يهتم بالأسر وأيضا بالشباب في هذه المناطق وبرعاية الأسر وإنشاء الكنائس وصيامات الآباء التي تحتاجها هذه الكنائس. اليوم يا إخوتي هو يوم مفرح بالحقيقة، وأن يكون في كنيستنا مع كل الآباء المطارنة والآباء الأساقفة المجتمعين معنا نفرح جميعا في هذه الصيامات المباركة
وهذه الامتدادات الجديدة التي تعبر عن نمو كنيستنا وعملها وإخلاص أبنائها. وإن كنتم كما تعلمون أن الكنيسة كمؤسسة موجودة في المجتمع وطبعا على نواحي التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بتقروا كلام كتير وحاجات غلط كتيرة خالص أو بتسمعوا، لكن اعلموا أن الكنيسة في قوتها وفي عمل روح الله فيها وقيادة ربنا يسوع المسيح ليها، وأنها تنمو وتمتد ولها الدور الفعال وترعى أبنائها في كل مكان وتهتم بكل أحد، وهي كنيسة مخلصة للوطن ومخلصة لكل أحد، وهدفها الأول والأخير أن يكون لأبنائها النصيب الصالح في ملكوت السماوات. يباركنا المسيح بكل بركة روحية، ويبارك عمل الأباء الجدد وعمل الإبرشيات الجديدة والمسؤوليات الجديدة، ويقوي كل الأباء المطارنة والأساقفة في أعمالهم وخدمتهم، ويعطينا دائما النعمة أن تكون حياتنا أمامه مقبولة، ويعطينا جميعا أن نكمل أيام غربتنا بسلام، ويعطينا أن نمجده في كنيستنا وفي حياتنا اليومية كل حين، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين. Maria sma ben ben sotir, and if can in no be manevon. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، اذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. صلوا من
أجل سلام كنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية. يا رب هذه الكهنة النقاس المسكونة نقاسيها كل الشعوب وكل القطعان باركهم. السلام الذي من السماوات أنزل على قلوبنا جميعا. بل وسلام هذا العالم أنعم بها علينا إنعاما. الرئيس والجند والرؤساء والوزراء والجموع وجيراننا وداخلنا وما خارجنا زينهم بكل سلام. يا ملك السلام أعطنا سلامك لأن كل شيء أعطيتنا اقتناك يا الله مخلصنا الآخر سواك. اسمك القدوس هو الذي نقوله فلتحيا نفوسنا بروحك القدوس ولا يقع علينا نحن عبيدك موت الخطية ولا على كل شعبك يا رب ارحم. وإذا أنت نسأل الله ثابت الكل أو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. واذكر يا رب رئيس كهنتنا الباب المعظم الأنباء تودوس الثاني وأخويه بالخدمة الرسولية أبينا البطريرك الأنطاكي مريخ مقدس إفرام الثاني وأبونا أنطونس الأول بطريرك أرتديا وشركائي في الخدمة الرسولية وأبانا المطارنة والأسافها المجتمعين إلى مانا. صلوا من أجل رئيس كانت البابا الأنبا تدرس الثاني بابا بطريرك رئيس راقص المدينة العظمى الإسكندرية وأخوانه في الخدمة الرسولية بين البطريرك الأنطاكي مارك ماتوس إفرام الثاني وأبونا أنطونس الأول بطريرك إريتريا وشركائي في الخدمة الرسولية بين الأسقف الطوبا والمكرم الأنبا سرابامون وبين المطارنة والأساقف المجتمعين معنا وسائر أساقفتنا الأرثوذكسيين يا رب احفظهم لنا سنين كثيرة وأزمنة سلامية مكملين رئاسة الكهنوت المقدسة التي تمنتهم عليها من قبلك كإرادتك المقدسة الطبوية مفصلين كلمة الحق باستقامة رعاية شعبك بطارد ومن جميع الأباء الأساقفة الأرثوذكسيين وجميع الأساقفة الأرثوذكسيين والخمامسة والقصوص والشمامسة وكل امتلاك كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة جميع الرسولية أنهم عليهم وعلينا بالسلامة والعافية في كل موضع وصلوات التي أثنونا عنها وعن كل شعبك وصلواتنا احنا اقبلها ليك على مذبحك المقدس الناطق السماوي راح بخور فسائر
ارعى دهم الذين يرعون والذين لا يرعون اسحكم وأزلهم تحت أقدامهم. أما هو محفوظ في سلام على كنيستك المقدسة يا رب رحم. فلنسأل الله إلى الضبط الكل أبا ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها صلوا من أجل البيعة المقدسة واجتماعاتنا يا رب. أعطي أن تكون لنا بغير مانع ولا عاق نصنع كمشيئتك الطوبة والمقدسة بيوت صلاة بيوت طهارة بيوت بركة ننبع علينا وعلى عبيدك الأتين بعدنا. قم يا رب الإله وليتفرغ جميع عداك وليهرب من قدام وجهك كل مبغض اسمك القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله إله ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي لله في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاص المنذر تألم وقبر وقام بين أموات اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه يدين أحياء والأموات الذي ليس يمكن القضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المهم بصم الآب نسجد له ونمجده مع الآب والإبن كنيسة واحدة مقدسة جامعة أسرية ونعترف معمودية واحدة في الخطايا وننتظر قيامة الأموات تنجشتب الخائتين يا نصطادي زندني رب قدم بهن تبعون اسنيه آمين شليل افلوغي تير بمروس افكيستا ستير Éternel qui a créé l'homme dans l'innocence et qui, par l'incarnation vivifiant de ton Fils unique, notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ, a détruit la mort introduite dans le monde par l'envie du démon. بالظهور المحير الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع وملأت الأرض من السلامة التي من السماوات هذه التي أجناد الملائكة يمجدونك بها قائلين جاءوا انفنتي خنية تشوسن مهري جنفك عين اتماتي خنية بروس افكساستي برتيستي لياس ارينيس كي غابيس كي تون اجيون
asbas monton apostolo kyrie eleison bimasarratika ya Allah املا قلوبنا من سلامتك وطهرنا من كل دنس من كل غش من كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت وارث النب شاطر بنيب اثرن ارز بزستين من اريو خن اوفي اثو لكي ننال بغير وكون في دينونة من موهبتك الغير الميتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا قبلوا بعضكم بعض مقبلة المقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا وارحمنا تقدموا تقدموا على الرسم قفوا بخوف ورعدة ولا شارقي انظروا ننصر بشفعة والدة الإله القديسة مريم يا رب لنا بمغفرة خطانا نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح قدوس لأنك قمت وخلصتنا رحمة السلام ذبيحة وعادل مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل أيها الكائن السيد الرب إله الكائن قبل كل الدهور المالك إلى الأبد فيت صوت خنيت تسوسي أوهد كست جني الثبيوت ليتف صميون دفين مبكاهي نم في يوم نم نيتي انخيتو تيرو أبو ربنا لنا مخلصنا يسوع المسيح إن يوم ليوم الجالس على كرسي مجده والمسجود له من جميع القوات المقدسة
أيها الجلوس كفوا، الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة والرئاسات والسلطات والكراسي والأرباب والقوة. إلى شرق انظروا، أنت هو الذي يقف حولك. الشيروبيم الممتلين عينا، السيرافيم ذو ستة أجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت قائم.